تنضم إلينا من نيويورك مفادة القاهرة الإخبارية جيهان منصور. مرحبا جيهان. تنطلق أعمال هذه القمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل تصدع جيوسياسي، أزمات إنسانية متعددة، ما هي كواليس انعقاد هذه الاجتماعات؟ كيف يتعاطى أيضا الداخل الأمريكي مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 جيهان؟ نعم دينا، في الحقيقة هذه الجمعية لأنها في العام الأخير لرئاسة يكون الرئيس دائما منشغل بمسألة الحملات الانتخابية وجمع التبرعات. الرئيس موجود في نيويورك، الرئيس الأمريكي موجود في نيويورك، لكن هو يقوم بعدد من الحملات الانتخابية ويقوم أيضا بجمع التبرعات. اليوم سيتم افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة. في البداية سيتحدث الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، ثم الأمين العام لهذه الدورة السيد دينيس فرانسيس، من بعدها سيتحدث الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ثم الرئيس الأمريكي جو بايدن. بعدها سيكون لديه لقاءات أخرى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي انتظار أيضا حضور أو كلمة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. مسألة أوكرانيا تسيطر بشكل كبير على الفكر الأمريكي، فكر الإدارة الأمريكية، كيف يمكن دعم الجهود الحربية لأوكرانيا، طبعا في ظل يعني عدم دعم كبير من باقي دول العالم التي فضلت بعضها عدم الحضور، مثل فرنسا، مثل رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذه الدول حليفة للولايات المتحدة، وبالطبع عدم حضورها يطرح تساؤلات كبيرة، لماذا لم تحضر هذه الدورة؟ هذه الدورة عليها آمال، ولكن هذه الآمال قيد معلقة، لأنه كما ذكرت في البداية العام هذا عام الانتخابات الرئاسية، ربما العام القادم سيكون هناك رئيس أمريكي آخر قد يغير كل هذه الأجندة التي يتعامل بها الرئيس الحالي جو بايدن، سنرى بالتأكيد. لكن هذه القمة تبدو خافتة بعض الشيء لعدم حضور عدد كبير من رؤساء الدول، طبعا يأتي على رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الصيني أيضا لم يحضر، وكل هذه المشاكل، كل هذه الأمور التي فيها تشابكات مع واشنطن تؤثر وتخيم على هذه الجمعية. تنطلق هذه الدورة أيضا جيهان بعنوان كبير، وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، لكن المختصين المتابعين يرون أن هناك فشلا كبيرا من الجانب الأممي أصلا في تحقيق هذه الأهداف على السنوات الماضية، ولا يعلقون أمالا كبيرا على هذه الدورة من أجل أن تقدم تحسنا فيما يتعلق بمصير البشرية على المستوى الإنساني. إلى أي مدى المسؤولون الأمميون سوف يقدمون جديدا فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وأهدافها؟ نعم دينا، لا يتوقع أحد أن يتم تفعيل الوعود البراقة. ليست المشكلة في كتابة مسودات نهائية أو جدول أعمال رائع ثم لا يتم تنفيذه، هذه هي المشكلة. تقاعس الدول الكبرى، الدول الصناعية الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية عن دفع التزاماتها واستحقاقاتها لدول متضررة وأغلبها من الدول النامية، وأيضا هناك مشاكل أخرى وهي مسألة التنمية المستدامة تتعلق أيضا بتلك القروض وتلك المساعدات التي لابد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يقدمها لهذه الدول بسبب التغير المناخي الذي قامت به والذي تسببت به الدول الصناعية الكبرى. كل هذا لا يتم. الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن أنه يجب على المؤسسات الاقتصادية الدولية أن تراعي مسألة القروض وتراعي أيضا مسألة الفوائد والعوائد على هذه القروض للدول المتضررة، وهذا لا يحدث. لذلك من يتأثر بمسألة التغير المناخي هي الدول النامية والدول التي أقل فقرا أو التي لديها أزمات اقتصادية بسبب وباء الكورونا وبسبب أيضا التغير المناخي الذي لم يكن لهذه الدول يد فيه، وبالتالي الدول الكبرى لا تقوم بواجبتها ولا توجد آلية لتنفيذ ذلك، لأن المنظمة الدولية عاجزة، الأمم المتحدة أتحدث، عاجزة عن
تطبيق تلك المعايير أو هذه الشروط على الدول الرئيسية الكبرى. اللي تعلمين أن هناك 5 دول دائمة في مجلس الأمن لها حق الفيتو، لا تستطيع الأمم المتحدة أن تمارس حق كشرطي لتنفيذ هذه الوعود والشروط عليها. هذه هي يعني هناك آمال، ولكن الطموحات كلها حبر على ورق. نعم جيهان، سؤالي الأخير فيما يتعلق بهيكلة وإصلاح الأمم المتحدة. منذ عدة سنوات وهناك اتهامات توجه للأمم المتحدة، اتهامات تتعلق بوجودها أصلا والهدف من إنشائها كونها أصبحت عاجزة عن إحلال السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف الأساسي الموجود في ميثاق إنشاء الأمم المتحدة. من خلال متابعتك جيهان، ما هي كواليس إذا كان هناك نقاشات مباحثات حول ما يتعلق بهيكلة المنظمة الأممية أو ما يتعلق بإصلاحها من أجل تحديث دورها لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الصراعات والأزمات المتعددة؟ نعم دينا، يعني الدور مسألة يعني إصلاح دور المؤسسة وعدم أن تكون محايدة، ألا تكون يعني تأخذ جانب دول معينة على دول أخرى، وهذا ما طلبت به دول كثيرة مثل مصر في المقام الأول، إصلاح دور المؤسسة الأممية الدولية، وأيضا أن تكون هذه يعني أن تحكم بشكل أو تتطرق إلى المواضيع الدولية بشكل في توازن ما بين الدول، وليس انسياق نحو دول الغرب أو دول بعينها بأنها لديها أجندة اقتصادية كبرى أو رأس مال كبير اقتصادي أو ما شابه. هناك دول تفرض هيمنة وسيطرة على المنظمة الدولية، وهذا لا يصب في مصلحة دول أخرى كثيرة تعاني بسبب أزمات عالمية ليس لها دخل فيها. مصر من الدول التي طالبت وتطالب دائما بإصلاح دور هذه المنظمة الدولية حتى تقوم بدورها الحقيقي فعلا، وهو مساندة كل الدول والعمل على التعاون السلمي ما بين الدول وحل المشكلات الدولية بشكل سلمي بعيدا عن هذا الإطار. شكرا جزيلا لك جيهان منصور، مفادة القاهرة الإخبارية إلى نيويورك.